يلا دابا يلا سيروا، واحد جوج ثلاثة. والله ما كاينه معنا اخي حمزه، والله بلاتي صاحبي تنترينيو شويه صاحبي. السلام عليكم خوت، السلام عليكم المتابعين. لنا اليوم غادي ندير واحد تشالنج اللي هو تشالنج تاع 200 درهم، واللي غادي يربحوا ان شاء الله غادي يربح معنا 200 درهم. واللي هو التشالنج هذا غادي توقف عند ستاند او التوازن على اليد، والاخر اللي بقى هو اللي غادي يربح معنا 200 درهم. وهادو هما المتسابقين تاعنا. صح ولا تلاح؟ ها هما كما كتشوفوا، هذا هو المتسابق الاول حميد الشيد. قول انت الغدية ولا هما؟ عاد بيسيت شو تتكلم اخي. المتسابق الثاني حمزة، شكون اللي غادي انت ولا هما؟ انا ان شاء الله اشيد ان شاء الله اخي. المتسابق الثالث انت اللي غادي ولا هما؟ اللي بغى الله. هكاك مزيان اخي. شكون اللي غادي انت ولا هما؟ المتسابق الرابع الله اعلم. المتسابق الخامس قال لك حنا. شكون انتوما؟ انا وياك اصاحبي. هكاك يلا ها انتوما 200 درهم فين حطينا لكم باش تموتيفاو؟ شوفوا فيها. اش جيتي 200 درهم اش دير بها؟ واخا الله يجي نعرض عليكم كاملين. انت؟ غنشري الدوزان عشير. انت يا؟ غندير لكم شي عشاء داك الشيء. انت؟ تجي في نيشان ما تشوفوهاش. انت يا؟ ما عمركم ما تشوفني الخوت. سير يلا دابا غادي نبداو. يلا دابا يلا سيروا، واحد جوج ثلاثة. والله ما كاينه معنا اخي حمزه، والله بلاتي صاحبي تنترينيو شويه صاحبي. والله ما كاين صافي حيد. خمسه الصباح، الصباح ما كاينش الجهد ما كاينش التركيز اصاحبي. صافي بقاو جوج. والله ما كاينه معنا والله. يلاه خويا يلاه حمزه شاد الشاد. اشنو انت شنو قلتي شكون اللي غيربح؟ حمزه ولا حميد؟ حمزه حمزه. انت يا شكون؟ حمزه قسم معايا صافي. حميد حميد حمزه. هذيك حمزة مبروك عليك. هيا 200 درهم فاش تموتي في. قسم معنا خويا. اش قلت لي؟ حمزة تقسم معايا. لا لا لا